احنا بقالنا فتره عمالين نتكلم عن الستات يا ستات، بما اني معايا شناوي النهارده لازم يعني برضو كده اقول كلمتين عن الراجل. بقالي فتره بسمع جمله بجد يعني معصباني قوي، يجي راجل يقول لك ايه، انا مش واخد حقي، انا مظلوم، انتوا بقيتوا مفترين جدا. الراجل يا جماعه ظالم ولا مظلوم؟ انت بالذات تيجي تقول لنا ايه؟ اول حلقه قلت لنا ايه؟ ايه؟ انا عايز اجيب حق الراجل، ده اللي هو فين حضرتك يعني؟ مش واخده فين؟ يعني انت دلوقتي شايفه الراجل ايه؟ ظالم ولا مظلوم؟ لا انا شايفاه واخد حقه التالت ومتلت. افاجئك؟ اتفضل. احنا واخدين حقنا التالت ومتلت. ايوه كده. هو كده صريح، هو كده صريح. جالي دغري، ما عدناش بقى نلف وندور على بعض. المفروض انا اقول لكم لا، والراجل مظلوم، واحنا لا، احنا واخدين حقنا التالت ومتلت ومبسوطين الحمد لله بعيشتنا ومبسوطين في بيوتنا والدنيا زي الفل. الحمد لله. مش مصدقاه. ليه؟ الكذب في عينيك ايه؟ واول ما رحت بايس ايدك وش وظهر كده حسيت ان انت وراك حاجه. لا خالص والله مبسوط. انت خايف من البيت ها؟ لا والله هو المفروض ان انا حاول. عارفه ان طنط شخصيتها قويه. لا ربنا يديها الصحه يا رب يخليها لي يا رب. يا رب. لا والله خالص، هو الراجل يعني انتوا شايفينه ظالم خلاص يبقى هو ظالم، لكن لازم تشوفوا برضو الناحيه الثانيه. هل الست ظالمه؟ اي ايه بقى؟ انت شايفها ظالمه ولا مش ظالمه؟ ظالمه لنفسها قبل ما تكون ظالمه لحد تاني. غيوره بزياده، شككه بزياده. لا والله. اه والله لا تتا بزياده. ده على اساس ان الرجاله مش بيغيروا. لا ما اكيد الراجل بيبقى. امال شرقي ايه بقى؟ لا ما نغيرش، تقولوا علينا عندنا برود، نغير تقولوا ان انتوا شكاكين قوي. يا سلام. بصوا اهو ده اللي قال لي ايه؟ احنا واخدين حقنا اهو، ابتدى هو يغير في كلامه خالص. والله انا ما بقول لك، ما هو لازم اغير على الله، مش اهل بيتي لازم اغير عليهم واخاف عليهم. طب وهي ما تغيرش ليه؟ مش من حقها ما تغير، بس تغير في نطاق المعقول. خصوصا ان في عدد كبير من الرجاله هم ما ينفعش تقولي لا، ليهم زيغه زيغه جدا. ايوه عشان كده لما تحلل لنا احنا نتجوز اربعه، احنا عندنا مشكله. ده احساس انتوا هتعدلوا مع الاربعه. ما هو ماليش دعوه. طب ما تدخليناش في حته. خلاص ما تقوليش بقى الجمله دي. ليه؟ ما هو ده موجود، احنا عندنا اوبشن، احنا نتجوز اربعه عشان احنا عندنا زيغه فعندنا الاوبشن. طب بذمتك بذمتك اللي بيتجوز دلوقتي بيعرف يتجوز تاني؟ هو في الوقت الحالي؟ اه. ما حدش بيعرف يتجوز. يعني لو حصل مش بيتجوز بره هيعرف يتجوز تاني؟ هو لا هيتجوز البره اصلا. انا عايز اتجوز البره. لا بص، هو اللي بيتجوز بيجربها مره وتجربه مره، وده طبعا هنشوف مع مشاهدينا الكرام اللي هم هيقعدوا يكلمونا في تليفوناتنا ويبعتوا لنا على البيج عندنا، يشوف بقى اللي هو فعلا اللي يقدر يتجوز تاني، يتجوز ثالث ويتجوز رابع، ولا هي فعلا مره تكفي والحمد لله زي ما قلت في الاول. بص في مشكله يعني زي ما انت قلت، الست برضو احيانا بتظلم نفسها. الست اول ما بتخلف الولد بتدلعه. حبيبه ما تقومش من مكانك، ولو عنده اخت بقى بتتمرمط، قومي جيبي لاخوكي، اكلي اخوكي، شربي اخوكي، وتفضل الام دي تدلع الولد ده لغايه ما يبقى شاب كبير. تيجي بقى المسكينه بقى اللي هتتجوزها. اها جايب الدلع، جايب الدلع من بيت اهله طبعا. طبعا عايز برضو يتجوزها تدلع نفسها، دلع ماما. حلو. ما هوش عارف بقى ان دي مش ماما، فدي مش هتدلع دلع ماما. ناخد بقى الحته الثانيه. ايوه بقى نروح على الثانيه بقى. الحته الثانيه ان الراجل برضو بيدلع بناته قوي. خدي يا ماما الميك اب اللي انت عايزاه، نادي ايه اللي اشتريه لك، خدي اللبس يا بابا واشتري انزلي اتفسحي. لا 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 مش ثانية كل واحدة. الناس كده. لا ثانيه واحده. ايوه بس الماجوريتي الماجوريتي اذا اردت ان تطاع فامر بالمستطاع. زي ما الولد بيتدلع وبياخد دلعه بزياده وسافر ويروح عشان ياخد تجارب ويقدر يفتح بيته ويبقى مسؤول عن اسره. يا حبيبي زي ما انت عايز. ثانيه عشان خلينا نقول لك كلمتين. والست يا عيني والبنت مش عارفه ايه، اتاخرتي عن الساعه كام؟ ده ضعف والله، ده ضعف. لا لا لا. طب انا بقول لك اهو، انا لسه بتكلم مش من المستندات دي ودلائل وورق موجود معانا دلوقتي. معاك السي دي بتاعك؟ معانا ايه؟ ما صغرناهوش. ده انا بعته لك دلوقتي على الواتساب. يلا. لا والله دلوقتي الراجل زي ما هو بيدلع البنت والست بتدلع الراجل. يعني الام بتدلع ابنها قوي عشان ده الوحيد الولد الحيله اللي هيبقى. ايوه بس الراجل المفروض يبقى ناشف كده عشان يشيل المسؤوليه بعد كده. مين قالك مش ناشف؟ وعلى فكره ده يعني هقول لك، مش عايزه اقول عشان ما احبش اعمل طول النهار والليل. على فكره ما الست بتشتغل وبتدور في الصيه في البيت وبتربي بس العيال وبتودي المدارس وبتعمل كل ده وبتاخد بالها منه. ده غير بقى المسكينه اللي اول ما بتتجوز يبقوا لسه كده شباب صغيرين، يرجع من الشغل يفتح الماتشات. ما اه بتفرج على الدوري الانجليزي، الدوري الاوروبي، الدوري المصري. وهي مقضيها في المول طول النهار، عماله تجيب في اللبس وتخرب بيته وتجيب حضرتك وتجيب اكسسوار وتجيب مش عارفه ميك اب وتجيب. لا لا انت مش واقعي، ان حاجه غاليه قوي. حاجه غاليه قوي. لا لا ولا انت واقعي.